أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وأهلا وسهلا بكم في دردشة جديدة من برنامجكم دردشة اقتصادية مع الخبير المالي والاقتصادي دكتور أبو عبيد أحمد سعيد. مرحبا بك أخي دكتور الأصم، وشاكر للاستضافة للمرة الثالثة. نتمنى أن نكون خفيفين الظل على المشاهد إن شاء الله. أكيد إن شاء الله، والله استمتعنا جدا بالدردشات السابقة معك، وكنا تحدثنا عن صندوق النقد الدولي، مفهومه وأهدافه ونشأته ودوره وأثره الإيجابي على الدول في نهضة الدول بالذات بعد الحرب العالمية الثانية. الحلقة دي صراحة أنا دار أخصصها للسودان، خاصة وإنه زي ما ذكرنا السودان الآن انفتح على الاقتصاد العالمي، بدأنا نتعامل بصورة مباشرة مع المؤسسات المالية العالمية، واحدة منها وأهم يمكن مؤسسة اللي هي صندوق النقد الدولي، واللي حوله مغالطات كثيرة. الناس منقسمة الآن بين مؤيد ومعارض، لكن احنا عاوزين الحقيقة المهنية المجردة في التعاون مع صندوق النقد الدولي. بنسمع كثير بمبادرة الدول المثقلة بالديون الهيبي، مدخل ما هي هذه المبادرة؟ شكرا أخي الأصم. طبعا مجرد ما نتكلم عن إن هي مبادرة، احنا هنا بنتكلم عن شيء أدبي وليس مفروض بقانون أو شيء، وإنما الدول المتبعة اللي هو الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي سنة 96 دعت لمبادرة سمتها مبادرة تخفيف أعباء الديون على الدول المثقلة بالديون. قبل ما نكمل، هل السودان يعتبر من الدول المثقلة بالديون؟ طبعا هو السودان لو ما اعتبروه واحد من الدول المثقلة بالديون لن تكون مؤهلا للدخول في هذه المبادرة. والمبادرة أول بداية الشرط رقم واحد إنك أنت تكون مالك مثقل بالديون مديون. الشرط رقم اثنين إنك أنت تكون عملت التعاون مع قروض مع صندوق، أو تكون مؤهل إنك أنت اقترضت من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. عشان كده السودانيين انتبهوا، لأنه الرئيس الفرنسي ماكرون مانويل قال نحن هنقرض السودان بقرض 5 مليار، منا قرض تجسيري بمليار و400 مليون. مفهوم القرض التجسيري؟ أيوة. ما هو القرض التجسيري؟ انت الصندوق النقد الدولي داير منك فلوس، طيب، وداير منك متاخرات. جميل. انت هتعمل شنو عشان تسدد للصندوق؟ هدفع له. تدفع له من فين يا عم؟ ما عندي. هتشيل من فرنسا، اخذ قرض عشان اسدد قرض. ده اللي هو القرض التجسيري، اللي هو قرض لتسديد قرض عشان تاخذ قرض ثاني. جميل. السودان اخذ قرض من فرنسا بمليار و400 سدد لصندوق النقد الدولي، اخذ قرض من الولايات المتحده بمليار و150 مليار و150، وفي تعاون كبير يعني انا اعتقد من المجتمع الدولي، لانه نحن لما في ديسمبر رفعنا من الدول راعي الارهاب. يناير حصلنا على قرض بمليار و150 من بريطانيا من امريكا، سددنا البنك الدولي، سددنا مليار و400 لصندوق النقد الدولي، سددنا 400 تقريبا 75 مليون دولار لبنك التنميه الافريقي. ما ملاحظ معي دكتور احنا بنقترض لتسديد قروض؟ يعني كانما احنا بنزيد في الدين. احنا ماذا نقول؟ ساقي الجحا. لكن انت دمى صندوق، طيب، عشان يتعامل معك. اول بدايه انت مثقل بالديون، انت لازم تتعاون وتبدي حسن النوايا، انت لازم تعمل برنامج استراتيجي لمحاربة الفقر، انت لازم تعمل اصلاحات هيكلية. طيب الاصلاحات الهيكلية دي حقت الدولة، يعني السودان طوالي. المقصود شنو باصلاحات هيكلية؟ اصلاحات هيكلية دي فيها الروشتة العشرة للتقبيل بتقول. ايه كلمة الروشتة؟ روشتة الصندوق. طيب كثير من الناس بيقولوا انه هذه الروشتة ما حصل نجحت مع دولة من الدول، هي دائما تؤدي الدول إلى مزيد من الفقر. أنا خليني قبل أن أدلف في أنه الرشدة بتعمل مشاكل ولا بتعمل مشاكل، نناقش الرشدة طبقناها في السودان، طيب، ونحس
بالأثر بتاعها ونحس شنو الخطة الحكومية العمل. لأنه صنع نقد دوري يقول لك شنو؟ يقول لك أنت تعمل الصحات هيكلية في نفس الوقت أنت لازم تعمل خطة بتاعت محاربة الفقر. والناس لو عادوا للذاكرة وراء ألمانيا دعوتنا ب 500 مليون بمؤتمر باريس، المؤتمر برلين كان انعقد كونفرنس عبر عبر الوسائط لأنه كان المسألة مرتبطة بكورونا. طيب ال 500 دي كانت هي زي ما يقولوا النقطة الأولى أو المبلغ الأول لتنفيذ برنامج سمرات. برنامج سمرات يعني برنامج سمرات اللي دلوقتي يمكن مقابله كل سوداني بيستحق 5 دولار شهريا، ده برنامج محاربة الفقر، ده للتخفيف من أعباء الإصلاحات. ايوه، ما هي الصندوق ده ارتبطت دائما مشاكله بالرشيد اللي انت قلتها. نعم. الرشيد دي طوال ارتبطت بالاضطرابات السياسيه لانه انت بترفع الدعم، بترفع الدعم عن مثلا السودان كان بيدعم المحروقات وبيدعم القمح وبيدعم السلع الاستراتيجيه كلها والادويه. السودان دلوقتي عشان يطبق الرشيد رفع الدعم عن المحروقات وتقريبا رفع الدعم عن الادويه. فسمرات هي لتخفيف العبء على المواطن، على المواطن. طيب سمرات دي برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي والدول الاعضاء على لتخفيف اعباء الفقر وتخفيف الاثار الاجتماعيه والاقتصاديه الناجمه عن رفع الدعم. انت لما تكون رفعت الدعم انت خليت الحياه تبقى غاليه. نعم. رفع الدعم عن الكهرباء، رفع الدعم عن البنزين، الجازولين، المحروقات. الكثير من الدول الافريقيه، صحيح كلامك اللي قلته، لما رفعت الدعم حصل فيها مجاعات. نعم. مثال لذلك ملاوي 2002 لما رفعت الدعم عن الاسمده حصلت مجاعه، 2005 حصلت مجاعه، كانت نتيجه لتطبيق الروشيتا. اذا الروشيتا لا نقول ان ما فيها مشاكل، لكن صندوق النقد الدولي الان تدارك انه لابد من انه اي دوله عشان ينطبق فيها الروشيتا دي والتطبيق لا يؤثر على الشرائح الضعيفه او الفقيره. وللاسف يعني الشريحه بتاع السمرات او الدعم بتاع السمرات يصنف 80% من الشعب السوداني او 85% من الشعب السوداني كله يصل في حد الفقر. حد الفقر طبعا. عشان كده السودان لما نطبق الاصلاحات الاقتصاديه وتعويم الجنيه السوداني، احنا الجنيه من 55 ل 381 قفزه كبيره، وتوحيد سعر الصرف يعني دولار جمركي على انا اعتقد توحيد سعر الصرف ده واحد من الاشياء اللي ازالت التشوهات ووقفت تهريب. نعم. المواد البتروليه من داخل السودان الى دول الجوار، والاستيراد يعني واحده من الايجابيات والاستيراد الاستهلاكي يعني انا بشوف في الميزان التجاري كميه المواد البتروليه دخلت السودان في الست شهور السابقه اقل من كميه الكميه المشافه لها في الست شهور. فده معناته في ترشيد في الاستهلاك، معناته في ايقاف من تهريب المواد المدعومة إلى دول الجوار، سواء كانت هذه حتى فاتورة القمح برضو أنا شفتها يعني قلت. يعني من 300 إلى 235 فرق كبير في تخفيض في بس فاتورة. يمكن في قمح هدية من بعض دول العالم. أيوة أنا بس القمح ما أقدر أقول، لكن المواد البترولية واضحة. طيب السودان والمبادرة، مراحل المبادرة كم مرحلة؟ احنا هسي ما مرحلتين. نعم. هي مرحلة بتاعت قرار ومرحلة بتاعت إنجاز. أين نحن السودان؟ نحن السودان الآن من يوم 29/6 الحمد لله وصلنا مرحلة القرار باعتراف من صندوق النقد الدولي، لأنه سددنا زي ما قلت لك متأخرات لصندوق النقد الدولي، اتدينا وسددنا المتأخرات الدولي و البنك التنمية الأفريقي. إننا فضلنا يمكن من هنا لحد 2024 نحن لازم نكون نفذنا برنامج سمرات لمدة عام واحد على الأقل،
والحته دي انا باخذ فيها خطوط كثيره وبعد سنه ومحاذر كثيره انه برنامج ثمرات ممكن يكون الدعم الموجود الان لمده عامين بعد لابد من العمل على برنامج انتاجي موازي لثمرات على مستوى الاسر حتى انه نحن برنامج ثمرات ما يكون هو البرنامج الذي يعني يهزم الفكره والتعاون مع صندوق النقد انا يعني يمكن التمويل الاصغر اذا تم تفعيله التمويل الاصغر وناخذ المنظومه اليابانيه اللي هو التعاون ما بين المنتج والموزع والمورد والبنك المصارف ونضخ اموال ونحرك الاقتصاد ايوه فاليو تشين حتى لا نعتمد على برامج الدعم الاجتماعي انه برامج الدعم الاجتماعي يعني افهم من كلامك يا دكتور انه الان السودان طبق جزء كبير من الروشتا وفي لسه اجزاء باقيه وانه السودان الان يسير على الطريق الصحيح السودان يسير في الطريق الصحيح وفقا للروشتا والبرنامج الموضوع بيبقى البنود صندوق العشرة هي شنو؟ صندوق أنا خليني أكمل لك الحتة دي طيب. لو سمحت شوي الصندوق بيتابعك في أنك أنت لازم تكون مطبق برنامج ثمرات بشفافية وبحوكمة عالية عشان كده هسه الناس بيقول لك برنامج ثمرات بيتم إدخال الرقم الوطني وحتى لا تكرر هي واحدة من مشاكل برامج ثمرات أنه الناس البعيدين يعني احنا عملنا اصلاحات والاصلاحات دي عملت تضخم طيب زول في منطقه نائيه ما فيها بنك كيف قروشه حتجيو؟ حتجيو عن طريق تحويل رصيد تحويل رصيد طيب التحويل الرصيد سوف ينقص من قيمه المبلغ 10% طيب هذا يعني واحده من الحاجات اللي ما داير البرنامج اللي ما دايرين ان احنا ذات الناس تعتمد على برنامج ثمرات كجزء من شنو؟ من انه البلد حتمشي بالدعم الخارجي، احنا لابد ان ننتج حتى ننطلق ونكون في مصاف الدول طيب القنية. انت ما بتتفق معي في انه تحرير الاقتصاد ورفع الدعم يمكن يكون واحد من معوقات الانتاج نفسها برفع التكلفه مثلا للمواد المستورده الان المدخلات الانتاج الزراعي وطبعا الكلام ده لو اصل جيت كحكومه ودار تبقي في الحكم انت حتقول الكلام ده صح عشان كده اي حكومه في العالم بتخاف من تطبيق البرنامج لكن لو جينا مسكنا سلبيات الدعم شنو الدعم ده معوق كبير للتنميه يعني اول بدايه بغشك في الاسعار اثنين بيعمل عجز في الموازنه العجز في الموازنه بيخليك انت كدوله ما بتستطيع تسدد المديونيات والتزاماتك العالمية بالتالي تتصنف كدولة غير متعاونة مع المؤسسات الدولية انت لو صنفت كدولة غير متعاونة مع المؤسسات والبنوك الدولية من اللي بيجي يستثمر في بلدك؟ طيب افهم من كلامك انه هنالك اصلاحات هيكلية هل يمكن انه تكون واحدة من شروط صندوق النقد الدولي انه اعادة هيكلة الخدمة المدنية؟ طبعا إعادة هيكلة القيمة المدنية والتغشف ده معناه عدد كبير من الموظفين حيتم نحن استبعادهم نحن ما بنتكلم عن انه نعمل نازع طالة وانما نقول خدمة مدنية رشيقة تؤدي الى زيادة في الانتاجية لابد ان نعمل على ضبط المصروفات لابد ان يكون اي شخص موظف شغال هو عباره عن قيمه مضافه. اذا كان انا اصلا بمشي واستلم راتب وانا ليس قيمه مضافه فيبقى هذا الراتب الذي اخذه عباره عن دعم وعبء من الدوله. فالصحيح انه اي شخص يكون عشان كده لابد عشان كده حتى الدول بتاعت الخليج الان صندوق النقد الدولي عمل لها انذار. قال لها انت لو ما نوعتي مواردك وعملتي تقشف في الصرف وعملت قيمة مضافة لأن الناس كلها بيمشوا بلدان الخليج كلها يقول لك الخليج بقى طارد ليه؟ لأنه ما بيقدر يوفر أصبح في توطير حتى للوظائف نفسها فنحن لا يمكن والتكلفة ارتفعت تكلفة الحياة فهذه هي أبجديات أنه التعافي الاقتصادي أنك أنت الاقتصاد يعكس القيمة
الحقيقية للتكلفة بتاعتها. الدعم هو عبارة عن غش. طيب الفوائد المباشرة اللي ممكن تكون من تطبيق مبادرة الهيبك شنو للسودان؟ احنا بنتكلم عن مديونيات ب 60 مليار تم اعفاء الان. تم اعفاء الان 14 مليار. حصل على 14 مليار اعفاءات وحصل له جدولة لتسعة. والهدف بتاع السودان لحد 2024 انه يحصل له اعفاء ل 50 مليار. 50 مليار. 50 مليار اكيد رقم ما سهل. نعود إليه بعد هذا الفاصل القصير أعزائي المشاهدين. أعزائي المشاهدين مرحبا بكم مرة أخرى في دردشة اقتصادية مع الخبير المالي والاقتصادي دكتور أبو عبيدة. مرحبا. توقفنا عن الرقم 50 مليار اللي ممكن يحصل عليها السودان كإعفاء من ديون. الأثر المباشر للإعفاء ممكن يكون شنو يا؟ ما إحنا 25 سنة ما قاعدين ندفع أصلاً صندوق النقد. وما في دول دخلك السجن. وما في دول دخلنا السجن وعايشين. لكن عايشين ما في نمو. ما في استثمارات أجنبية. لم نستفيد من الحقبة بتاعت البترول. لعدائنا السياسي مع الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا عندها حق الفيتو. عندها حق الفيتو في صندوق النقد الدولي. أمريكا عندها حق الفيتو في صندوق النقد الدولي. أمريكا تملك 17.52 حصة في رأس مال الصندوق. عندها قوة تصويتية. هل عندها هي الوحيدة اللي عندها حق الفيتو ولا معاها دول يعني في مجلس الأمن؟ بالرغم خمسة دول منها. كثير من الدول يعني بعد ذاك اليابان بتجي وألمانيا والصين دي كلهم نعادلهم من القاهم كحصة أمريكا. لكن كل هذه الدول ليست لديها الحصة. أمريكا منفردة. أمريكا عندها حق. أمريكا و نادي باريس. نادي باريس كان واحد من البوابات الطرق السودان وحسن علاقاته معه، وبالتالي كانت في سرعة في وصول السودان لمنطقة أو لنقطة اتخاذ القرار. طيب اتخاذ القرار ونقطة الإنجاز يمكن الجاب بينهم 3 سنوات أنت زي ما ذكرت، ويمكن أن يزيد، ممكن يكون أكثر من 3 سنوات، ممكن. لكن ده الفترة دي طيب كلها 3 سنوات أو أكثر كلها عبارة عن شروط وتطبيق وروشيتا وتطبيق وروشيتا وتطبيق. يعني إحنا ما حنتلمس التغيير. مثلا أنا بتكلم معك الآن بلسان المواطن السوداني البسيط اللي بدأ يحس بوطأة هذه الروشيتا. طبعا الروشيتا دي أي مواطن حيحس بها، لكن أنا بقول نأخذ أقرب بلد لنا مصر. مصر قبل 7 سنوات لو مشيت مصر كهرباء قاطع، اوكي، معدلات تضخم عالي، كان الحياة رخيصة يعني الى حد ما. الان مصر تصنف من ثاني اكبر اقتصاد نموا. يعني رغم كورونا ورغم ان مصر بتعتمد على السياحة الا الان مصر بتصدر. بتصدر مصر بتصدر كهرباء. مصر تصدر للسودان كهرباء. احنا النيل يعبر من الجنوب الى الشمال. الان مصر لديها 27,000 ميجا وات فائض من الكهرباء. من الكهرباء يمكن ان تصدر للسودان. لكن ايضا لديها فائض اكبر في الديون، في الدين الخارجي. لو مسكنا الدين الخارجي لمصر خلال 7 سنوات الماضيه بنلقاه ارتفع بنسبة كبيرة جدا، يمكن تجاوزت المية. لكن هي اشتغلت في البنية التحتية. مصر الآن اشتغلت في الغاز. مصر عندها يعني احتياطي بتاع غاز 30 تريليون. مصر قدم مكعب. هل مصر طبقت روشيتا صندوق النقد؟ مصر تطبق روشيتا صندوق النقد الدولي. والآن القروض في مصر بصورة ميسرة، وحتى يعني التعويم بتاع سعر الفائده الان سعر الفائده في مصر منخفض، والبنوك المصريه فيها سيوله ضخمه عكس ما في نفس الوقت عكس عندنا الان تحقق ارباح عاليه. احنا القطاع المصرفي في السودان يحتاج في ظل الاوضاع دي حتى ينهض لابد من اعاده هيكله للمصارف السودانيه حتى تصبح رؤوس اموال قادره على ان تقدر تمول المشروعات التنموية
بالفترة القادمة. أنا لأن أي بنك لو مشيت له عشان يمولك هيحصل نسبة التمويل لرأس ماله، هيقول لك المخاطر عالية. مخاطر عالية، مخاطر التركيز، مخاطر التركيز. طيب من فين يمول؟ من فين تجي نهضة؟ فبالتالي لابد من هذه البنوك إما أن تندمج أو حتى تستطيع أن تساعد في نهضة. أفهم من كلامك أنه الروشيتا يمكن أن تكون سبب في نهضة القطاع المصرفي نفسه؟ طبعا، أن تحرير سعر الفائدة. إحنا عندنا نظام إسلامي وهذا الآن جزء من الأشياء اللي اتخذها مجلس الوزراء، أنه اتخذ قرار بأنه ازدواجية. قانون ازدواجية النظام المصرفي، وده كان جزء من التكيف وتأهيل النظام المصرفي. يبقى الخطوة القادمة أنه لابد من إصلاح في رؤوس أموال البنوك السودانية حتى تستطيع أن تساعد في النهضة الاقتصادية القادمة إن شاء الله. كلامك مليء بالتفاؤل. أنا قريت التفاؤل بين السطور في إنه السودان الآن بتعامل مع رشيدة صندوق النقد رغم العبء الكبير الآن على الشرائح الضعيفة إحنا الذي نحس به كمواطنين، لكن هل الصبر وحده هو اللي إحنا بنطلبه من الشعب، ولا في وسائل أخرى الشعب ممكن يساعد بها لتجاوز المرحلة؟ إحنا ماذا نقول؟ دعنا ندخل داخل الصندوق حتى يكون الصندوق مأزقا، ولا دعنا نقول نخرج خارج الصندوق حتى لا نتعاون مع الصندوق. هو بدون مقاطعة في عالمنا الحالي هل يمكن أن نفكر خارج الصندوق؟ صندوق النقد الدولي يمكن، فبعض الدول ماليزيا ما فكرت من داخل الصندوق، خارج الصندوق ونهضت بمواردها الذاتية. فنحن بيبقى اثنين، إذا أردنا أن نتعاون مع صندوق النقد الدولي ونتعاون لابد أن نضع رشيدتنا الداخلية ونفاوض بها رشيدة الصندوق. هل حتى عندنا رشيدة داخلية نحن في السودان؟ هذا ما هل يوجد لدينا رشيدة؟ هذا ما نطلبه من السادة في الحكومة، وزراء القطاع الاقتصادي كلهم ورئيس مجلس الوزراء، وهو رجل خبير وجزء كان من المنظومة بتاعة صندوق بنك التنمية الأفريقي ومنظومة صندوق النقد، فبخبرته بعمله لابد من وضع. نحن لا نقول صندوق النقد الدولي مأزق، ولا نقول صندوق النقد الدولي مخرج حتى لا نحتف ذهن المشاهد، ولكن صندوق النقد حسب الدول وتعاملها معه. أيوة، انت حكمت علاقاتك، حاربت الفساد، عملت سياسات اقتصادية ومالية ونقدية جيدة، قشفت الصرف العام، وشعب منتج ما بتتفق معي انه منتج. لابد من تغيير ثقافه الاستهلاكيه للثقافه الانتاجيه. أيوه، عند عامه الشعب ممكن تكون هي المخرج الحقيقي. أيوه، اللي احنا بنقدر نجيب في يوم من الايام ونقول الان سددنا كل مديونياتنا. أيوه، واصبحنا مساهمين في هذا الصندوق. ايوه، احنا المفروض مش نكون مساهمين، احنا ننهض كاي دوله. يا جماعه الدول دي كلها، يعني انا اعتقد لو مسكنا اليابان 67 مدينة هدمت كامل، ويتبنى أين بنا. اليابان الآن؟ اليابان ساري وساهم في صندوق النقد الدولي، خامس اقتصاد في العالم. أين ألمانيا؟ ألمانيا وين؟ أنت عارف أكبر اليابان دي من سنة 1965 كانت 91 مليار حجم الناتج المحلي الإجمالي، الآن اليابان 1 تريليون حجم الناتج المحلي. حجم الناتج يمكن إحنا الناتج المحلي الإجمالي السوداني الآن هو في حدود أيضاً 31 مليار دولار كاليابان قبل النهضة. لا، ديك كان 31 مليار. أيوة، الآن 1 تريليون. ونتمنى إنه كمان مستقبلا نشوف السودان بحجم أو بناتج محلي إجمالي يضاهي التريليون، والسودان مؤهل تماما. لكن إحنا حقيقة محتاجين إنه حتى الثقافة الجمعية في شعبنا انه تتغير الثقافة الانتاجية عشان نقدر نعبر. الدار اقول لك الدراسات كلها اثبتت انه لو كان حجم الدين كبير، يعني حجم الدين بتاعنا يساوي 162% من الناتج المحلي. الناتج المحلي. طيب انا هشتغل كيف؟ هانتج كيف؟ ما حقدر اشتغل. عشان كده انا لابد انه انطلق ببرنامج مدعوم من صندوق والبنك الدولي
لكن بخطط بحوكمة ببرامج بأهداف تنموية ببرامج. أما إذا أخذنا القروض بقت قروض استهلاكية وقروض لتنازع سياسي فسوف تكون نهايتنا محزنة. تكون زي ما بقول شنو؟ أو تجربتنا شبيهة بتجربة الأرجنتين بدل أن تكون شبيهة بالتجربة الكورية أو تجربة ألمانيا. أتمنى إنه السودان ينهض. السودان بلد حبيب، السودان بلد مليء بالموارد، السودان بلد مليء بالعقول، ولا بد أن نتعاون وهذا بلدنا يعني. وإحنا والله بنتمنى كلنا يا دكتور أبو عبيدة إنه السودان يكون مستفيد من هذه التجربة، من تجربة إعادة الاندماج مع الاقتصاد العالمي والتعامل مع المؤسسات المالية العالمية، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي وخلافة، وإن السودان حقيقة يستغل هذه المؤسسات لمصلحته بدل أن يستغل ويتم تغييده وتكبيله بهذه القروض وهذه المؤسسات. والكلام ده بيطلب مننا كلنا كشعب سوداني أن نتحول بثقافتنا من ثقافة استهلاكية إلى ثقافة إنتاجية، ونفكر خارج الصندوق، ونفكر خارج الصندوق وإحنا داخل الصندوق. يعني هو تفكير خارج الصندوق وإحنا داخل صندوق النقد الدولي، لنتحول إلى مساهمين في هذا الصندوق، إلى داعمين للدول المثقلة بالديون، إلى دول نكون عضو في نادي باريس وعضو في نادي باريس. أشكرك جدا على هذه الحلقات من دردشة اقتصادية التي قصدنا من خلالها أن نتعرف ونتلمس على أهم المؤسسات المالية العالمية، ونتمنى أن نلتقي في دردشات قادمة والسودان عضو في نادي باريس كما تمنيت. إن شاء الله إن شاء الله نكون في نادي باريس ونادي واشنطن ونادي لندن وبرلين وكل الأندية التي يعني تتحكم في اقتصاديات العالم، وليس على الله ذلك ببعيد، وإنما يتم ذلك بالعمل والإنجاز والتخطيط السليم والحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة إن شاء الله. والحوكمة والشفافية هي مدخل لكل نجاح الآن في العالم. سادة المشاهدين، كنتم مع دردشة اقتصادية والخبير دكتور أبو عبيدة أحمد سعيد. شكرا لكم، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة. استودعكم الله.